السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا الوزارة تعلن عن العطلة. إذا هذا عنوان الفيديو الذي سوف نشاهده اليوم، حيث أبلغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن العطلة الربيعية التي أجلتها، حيث حددت تاريخها وأسبابها بعد منتصف الليل، والسبب الحقيقي مجهول إلى حد الآن. كل ما نعرفه عن هذه العطلة هي أن الوزارة تقول الوزارة في هذا البلاغ الصادر الأحد 26 أبريل 2020 بأنها تنهي إلى عالم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء أنه تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة بين 27 أبريل إلى 3 ماي 2020، يعني من يوم غد إلى 3 ماي. ويأتي هذا القرار في ظل تمديد الحجر الصحي ببلادنا إلى غاية 20 ماي 2020، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، لأن الراحة النفسية حقا مهمة، ولكن يجب على التلاميذ ألا يضيعوا الوقت، لأنه من المهم لهم أن يحددوا أهدافهم وأن يعملوا جيدا ليصلوا إليها. لا تقل بأن هذا الفيروس أو هذا الحجر الصحي سوف يمنعني من الدراسة، بل أدرس وتابر لكي تحصد النتائج، فحياتك بين يديك وأنت من تتحكم فيها. إذن وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية من 16 مارس 2020، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربين من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها. حقا يوجد عدة تلاميذ وتلميذات يدرسون بجد ويخططون لمستقبلهم ويعملون ما يجب أن يعمل، حقا لهؤلاء أصفق، لكن هناك من يكذب على نفسه ويضيع كل وقته في اللعب وفي ألعاب لن تفيده في شيء، وسوف يندم حينما يفوت الوقت ولن ينفعه الندم. إذن وإذ تشيد الوزارة بمجهودات المبذولة والمبادرات المواطنة لجميع الأطر التربوية والجامعية والإدارية، وفي هذا الصدد نشكر جميع الأساتذة والأساتذة الجامعيين وأساتذة الابتدائي على مجهوداتهم في توفير ما يحتاجه التلاميذ من دروس على شكل فيديوهات أو على شكل PDF أو ما يحتاجه التلاميذ، فكل شيء متوفر، فقط المسؤولية تبقى للتلاميذ، وهذا ما تريده الوزارة حقا، أن تضع المسؤولية فوق عاتقكم. لهذا لا تتركوا الوزارة، تضع المسؤولة بين أيديكم وجاهدوا كي تجدوا ما تعملوه، لأنه في آخر المطاف سوف تقولوا بأنها وفرت لكم جميع الموارد، فقط أنتم من لم تدرسوا، بالتالي أدرس جيدا كي لا تندم. عملية التعليم عن بعد لمدة 6 أسابيع دون توقف. إذن بعد 6 أسابيع من التعليم عن بعد، هل استفدت منها شيئا أم أنك لم تفعل أي شيء؟ وكذلك توصي الوزارة التلاميذ والطلبة والمتدربين بالتقيد بالتدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي الصادرة عن السلطات العمومية. حقا الصحة هي أهم شيء، وأن الطلبة أن لا يغامروا على الطلبة أن لا يغامروا بحياتهم وأن لا يخرجوا من بيوتهم، ولكن لا يضيعوا وقتهم كذلك في ما لا ينفعهم من ألعاب. للألعاب ضع وقتا لألعابك وضع وقتا لدروسك، فدروسك هي الأهم وهي التي تضمن لك مستقبلك وما ستحتاجه إن شاء الله. أدرس في منزلك ولا تخرج إلا للضرورة، ورمضان مبارك كريم لجميع الأساتذة والتلاميذ والأطر الإدارية وكل
من له يد في مساعدة التلاميذ على أن يمروا من هذه الظرفية الصعبة على التلاميذ وعلى جميع الأساتذة والتلاميذ والطلبة وكل المغاربة. نتمنى لهم رمضان مبارك سعيد، ونتمنى من الله أن يرفع هذا البلاء وأن ترجع حياة الجميع إلى الحياة العادية التي اعتدنا عليها. وشكرا لكم على متابعة الفيديو والاستفادة منه. من لديه أي سؤال حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر فليطرحه في التعليق، سوف نجيبكم إن شاء الله. وإلى فيديو آخر، لا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزورها والضغط على لايك للفيديو، وشكرا لكم مرة أخرى.